أنه كان هناك رجل اسمه جريج. جريج هذا رجال شروه من عندي ذا الحين وفي الطاعات والعبادات يجتهد قد ما يستطيع، فوفقه الله وبدأ يطيع الله عز وجل أكثر وأكثر، وبدأ يصير عابد زاهد إلين وصل إلى مرحلة من عبادة الله عز وجل أنه يريد أن ينقطع عن هذا العالم ويتفرغ فقط إلى عبادة الله عز وجل، لا أكثر من ذلك ولا أقل. أي نعم. فوش سوى؟ بنى له صومعة في زمانه، وبدأ يجي في ذا الصومعة ويتعبد الله عز وجل ولا يفعل أي شيء غير هذا، مرة كافية، ويصلي ويدعي الله ويسبح ويهلل، وهذه حياته جريج. هذا عرف في مجتمعه بأن جريج هو الرجل الصالح، وأنه رجل لا يخطئ، وأنه رجل يعتبر مثالا بالنسبة لهم أطفالهم وشيبانهم وكبارهم وصغارهم. فجاءت همة في يوم من الأيام وهو يصلي: يا جريج يا جريج. كان هو يصلي فقام يسأل نفسه: أمي ولا صلاتي؟ قال: ما نبقى عن صلاتي، أبخلص صلاتي، الصلاة أولى. فكمل صلاته. جاء اليوم الثاني، جاءت أمه: يا جريج يا جريج، وهو فوق في الصومعة فكان يصلي، قال: أمي ولا صلاتي؟ فآثر أنه يكمل صلاته. فجاء اليوم الثالث، قال: يا جريج يا جريج، تقول له أمه، فقال: ها، صلاتي ولا أمي؟ فآثر أنه يكمل صلاته. فقالت أمه: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، والمومسات الزانيات، نسأل الله وإياكم العافية. الشاهد من الكلام، استمرت الحياة ومرت الشهور والسنين وماتت الأم، وجريج في صومعته يتعبد لله عز وجل. فكان فيه امرأة ذات حسن وجمال في مجتمع جريج، قالت: وش تبون أو وش لي أنا علشان أغويلكم جريج وأخليه يعني يقع في الفحش وكذا؟ فقالوا: لتس اللي تبي يا ذا المرة، أتحدات أنت توقعين بجريج. هذا جريج ما في حيلة أبدا، فراحت الجريج وراودته وحاولت فيه، لكنه أعانها الله واستطاع أنه يتخلص من شرها وأداها. فكل ما جاته في الصومعة وحاولت فيه، اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث، كانت إذا طلعت تحصل لها راعي غنم من عند باب الصومعة وتتركه. فلما يأست من جريج ما في حيلة، راودت هذا الراعي فوقع بها وحصل بينهم الفحش. فحملت هذه المرأة وأتت بطفل رضيع، وجات للمجتمع وقالت: جريج وقع بيني وبينه ما وقع، وحملت منه والرجال هذا طفله. فغضب الناس واشتاطوا غضبا وهجموا على جريج وحطموا صومعته وبدأوا يشلونه ويضربون به في الأرض ويشوتونه، وهو متفاجئ ما يدري وش الدنيا ضارب تهبه. يا رجل ما سويت شيء، يا رجل اسمعوا مني، حاولت فيني لكن ما قدرت. وهم ما عاد صدقوه أبدا، الدليل والبرهان بين يدينهم، الورع الرضيع قد بين يدينهم. فكانوا يمشون به في جميع أنحاء المدينة، حتى مروا على منطقة يتجمع فيها الزانيات والعياذ بالله، وكانوا يويقون على جريج مع درايش البيوت اللي هم فيها. فلما رآهم جريج بكى وعلم، وقال أن هذه دعوة أمي، أن أمي قالت: اللهم لا تميته حتى تريه وجوه الزانيات. فالحمد لله أن أمي ما قالت: اللهم لا تميته حتى يقع في الزانيات. فعلم جريج يقينا أن هذه هي دعوة أمه. ثم قال: قبل أن تقتلوني وقبل أن تقيمون فيني الحد اللي أنتم تبونه، اسمحوا لي أصلي ركعتين وبس، وبعدها تصرفوا. قالوا: توكل على الله. فصلى الرجال ركعتين، ولما انتهى من الركعتين راح للطفل الرضيع وبدأ يضربه: يا ولد يا ولد، من أبوك من أبوك؟ حط في الرضيع، رضيع ما له يومين من يوم جاء. فكان الناس كلهم يطالعون المشهد، ما بين شك في جريج وما بين يقين على ما كان عليه جريج، والآن لحظة حسم وحقيقة، أما أن جريج هو رفيقنا اللي احنا خابرين، ولا أن احنا كنا مخدوعين طول الزمان، أن لرجل عاقل أن يحدث طفل رضيع في المهاد. فكان يدق الطفل ويقول له: من أبوك من أبوك؟ فتكلم الطفل قال: أبي هو الراعي.
التفت كل الناس إلى الراعي، فحاول الراعي أنه يهرب فأمسكوا به، ثم علموا يقينا أن جريج بريء من هذه التهمة. وإن إن كنت يعني متيقن من هذه المعلومة والله أعلم، أن الذين تحدثوا في الـ في الـ في الـ وهم يعني في سن الرضاعة ثلاثة، وهذا من ضمنهم اللي هو الطفل الذي أنقذ الله عز وجل به جريج من هذه التهمة. يقولون أنهم بنوا له صومعة جديدة وقالوا بنحطها لك من ذهب وفضة، فأبى جريج وقال لابد نحطوها بس مثل ما هي كانت. وكانت هذه من القصص الجميلة التي وردت في صحيح المسلم البخاري. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه اللهم صل عليه وسلم أجمعين يا حي يا قيوم. ما قليل سؤال. طيب أبشر أبشر يعني